أهلا بكم. أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أن المغرب ومنذ استقلاله دعم الاستقرار في محيطه الإقليمي والدولي لأن ذلك في صميم عقيدته الدبلوماسية. وأضاف بوريطة أن المملكة ملتزمة بالعمل من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية في احترام تام لوحدتها الترابية وفي إطار سيادتها الوطنية. من جهة أخرى قال بوريطة أن الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية الأخيرة التي جرت في 8 من شتنبر الجاري في منطقة الصحراء المغربية كما هو الشأن في باقي جهات المملكة شهدت تسجيل أعلى نسب مشاركة في الأقاليم الجنوبية، ما يؤكد تشبث ساكنة الصحراء المغربية بالوحدة الترابية للمملكة والرغبة في الانخراط التام والفعال في تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية والذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015. كما جدد بوريطة التعبير عن استعداد المغرب لمواصلة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة في إطار الجهود التي يبذلها الأمين العام للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق في إطار الاحترام التام لسيادة المغرب ووحدته الترابية. وضعت المملكة المغربية منذ استقلالها دعم الاستقرار في محيطها الإقليمي والدولي في صميم عقيدتها الدبلوماسية، حيث تبقى ملتزمة بالعمل من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية في إطار احترام تام لوحدتها الترابية وفي إطار سيادتها الوطنية. كما تعلمون جرت انتخابات تشريعية والجهوية والمحلية الأخيرة في 8 شتنبر 2021 في منطقة الصحراء المغربية كما هو الشأن في باقي جهات المملكة المغربية، وسجلت المنطقة أعلى نسبة مشاركة على المستوى الوطني بلغت 63%. قد مرت العملية الانتخابية في جو من التعبئة والتنظيم الديمقراطي وفي توافق تام مع المعايير الدولية، مما يؤكد جو الهدوء والطمأنينة التي تشهده منطقة الصحراء المغربية. وتجسد هذه المشاركة الكثيفة على أن ساكنة الصحراء المغربية متشبتة بالوحدة الترابية للمملكة، كما تؤكد مما لا يترك مجال للشك رغبتها في الانخراط التام والفعال في تنزيل نموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015.